بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة اتصل ربما بالإمارات والسعودية، أكد أن الولايات المتحدة لديها رغبة هذه المرة في إنهاء هذه الأزمة تماما ووضع تصور وفرض حل لدولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل. ما هو المقصود هنا بهذه الكلمة ضمانات أمنية لإسرائيل؟ نعم، بعد التحية لك وتحياتي للسادة المشاهدين. بالتأكيد ربما هذه المرة فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط بشكل حقيقي وتطرح رؤية مهمة جدا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي ربما قارب على 100 عام، وفشل العالم وفشلت الأمم المتحدة في حل هذا الصراع. ربما بدأت الإدارة الأمريكية تدرك جيدا بعد 7 أكتوبر وما حل سواء كان في الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، وشلال الدم بين الطرفين ما زال مستمر. ربما توصلت الآن إلى قناعة بأنه يجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال رؤية حل الدولتين التي أقرتها الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن، وأيضا رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم، هذه المرة فعلا بلينكين، إدارة بايدن، الإدارة الأمريكية فعلا تتجه بها، وحتى الإعلام الإسرائيلي أكد بأن إسرائيل تتعرض إلى ضغوط حقيقية من أمريكا والإدارة الأمريكية الحالية من أجل إنجاز دبلوماسي وربما اتفاق سياسي يقوم على حل الدولتين. ولكن بكل تأكيد الجميع يسعى إلى دولة فلسطينية، ونحن نتطلع إلى دولة فلسطينية، وحتى ربما الجوانب الأمنية والجانب الأمني الذي تحدث عنه بلينكين بالنسبة إلى إسرائيل لا يختلف عليه اثنان بأن إسرائيل ربما في أي وثيقة قادمة وفي اتفاق سلام قادم ربما دائما وأبدا هي تؤكد على الاحتياجات الأمنية وما إلى ذلك. ولكن دعنا نبدأ بالخطوة الأولى، وقف إطلاق النار. الآن الخطوة المهمة هي وقف العدوان على غزة، وقف قتل أطفالنا، وقف سياسة التجويع على أطفالنا وأهلنا في قطاع غزة، ومن ثم نبدأ في الحل السياسي. لا يمكن الحديث عن رؤية سياسية والأباتشي وطائرات F-15 وF-16 تقتل أطفالنا في دير البلح، في خان يونس، في حي الزيتون، في حي التفاح. إذا نحن أمام حرب، أمام جرائم حرب ترتكب بحق شعبنا. حتى سياسة التجويع، أطفال يموتوا جوعا، أخواتنا أمهاتنا يموتوا جوعا من عدم وجود الطعام والشراب والماء. إذا دعنا الآن نتحدث أخي عن وقف إطلاق النار، وقف العدوان، صفقة تبادل الأسرى. دعنا نذهب إلى القاهرة لربما إلى أين وصلت آخر المفاوضات. طيب، في الدوحة وما إلى ذلك. طيب، ما الذي يمنع وقفا لإطلاق النار يا دكتور علي؟ نتنياهو، وجود نتنياهو على سدة الحكم ورئيس حكومة إسرائيل بالشراكة مع بن غافير وسموتريتش هو الذي يمنع وقف العدوان، هو الذي يمنع وقف إطلاق النار. وجود نتنياهو، تحدثنا كثيرا عن أهدافه الشخصية السياسية وعن إطالة أمد الحرب وحتى افتعال الأزمات، يعني لا يكتفي بالحرب على غزة بل يريد افتعال الأزمات مع جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، افتعال الأزمات في البحر الأحمر، افتعال الأزمات في الجبهة الشمالية مع لبنان. وكان يوم أمس شاهدنا كيف كان إطلاق الصواريخ والصواريخ المضادة، صواريخ حزب الله وصلت إلى نهاريا، وصلت إلى عكا، وصلت إلى طبرية، وإسرائيل أيضا قامت بقصف البقاع في 100 كيلومتر في الداخل اللبناني. إذا هناك أزمات يفتعلها نتنياهو من أجل إطالة عمره السياسي أو إطالة حكمه وإئتلافه مع بن غافير. طيب، ولكن المهم نعود مرة أخرى، من الذي يمنع وقف إطلاق النار؟ نعم، نتنياهو يريد الحسم العسكري، نتنياهو يريد القرار العسكري، نتنياهو يتجاوز كل حتى رغبة الجمهور الإسرائيلي، يتجاوز رغبة لابيد وبيني جانس ورئيس الدولة هيرسوغ وحتى الجمهور الإسرائيلي وكل المظاهرات التي خرجت في تل أبيب وكابلان وديزنغوف وقيصاريا. حتى هذه اللحظة لم تقنع نتنياهو بأنه هو أصبح خارج المشهد السياسي وخارج رغبة الجمهور الإسرائيلي. طيب، نتنياهو هو الذي يمنع وقف إطلاق النار أم الفيتو الأمريكي يا دكتور علي برأيك؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية إذا ربما كانت جادة وكانت لديها الإرادة في وقف إطلاق النار، الآن من الممكن بايدن يصدر قرار بوقف إطلاق النار وأنا معك على الهواء مباشرة وتتوقف الحرب.
بالتأكيد الإدارة الأمريكية لها دور كبير، هي من تدعم إسرائيل بالسلاح والمال والاقتصاد، والفيتو الأمريكي جاهز في أي لحظة. ولكن حتى لو صدر قرار من الفيتو الأمريكي يعني إسرائيل سوف تلتزم فيه، الإدارة الأمريكية تملك القرار، هي جزء من العملية العسكرية، هي تقود العملية العسكرية، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية وأيضا القانونية فيما يتعرض لأطفال غزة و30 ألف شهيد سقطوا في غزة. ولكن أيضا نتنياهو له دور كبير، حتى نتنياهو يرفض أي عملية سلام. إذا من الذي يقف أمام السلام، عملية السلام في الشرق الأوسط؟ هو نتنياهو. ومن الذي يريد استمرار الحرب والقتال في رفح ومعبر رفح وفيلادلفيا؟ هو نتنياهو. إذا نحن أمام مفترق طرق مهم جدا. أنا بتقديري أن الخطاب الأمريكي بدأ يتطور إلى حد ما بشكل جيد، بدأ برؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن حل الدولتين، والآن هناك ضغط. يعني حتى عندما سئل الرئيس الأمريكي متى تتوقع أن تكون هناك هدنة أو صفقة تبادل أسرى، قال أتوقع مطلع الأسبوع القادم وفقا لمستشار الأمن القومي، بينما نتنياهو في مكتبه لا يهتم بذلك ويقول أنه تفاجأ الرجل نتنياهو تفاجأ بهذه التصريحات. يعني لم تعد حتى قضية الأسرى الإسرائيليين رغم الاتفاق في باريس 2 ورغم إرسال وفد إلى الدوحة وكل هذه التطورات، الرجل نتنياهو نايم في مكتبه ونايم في قيصاريا ويتفاجأ بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. إذا مرة أخرى أنا بتقديري نتنياهو يريد استمرار الحرب، وبايدن الآن يبحث عن إنجاز دبلوماسي، إنجاز سياسي ربما يتعلق باتفاق مبادئ، طيب. يتعلق بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وأنا بتقديري الرئيس الأمريكي الآن يراهن على السعودية وموقفها، طيب. وبالتالي ربما الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون أمام تطور مهم جدا وقبول بدولة فلسطينية مستقلة أمام التطبيع الكامل مع السعودية. إذا نحن أمام تطورات كبيرة جدا في الشرق الأوسط، أمام حكومة شتاين التي قدمت استقالتها، وأمام أيضا الجمهور الإسرائيلي الآن الذي يطالب نتنياهو بالاستقالة وانتخابات مبكرة، وأمام المعطيات على الأرض والكلمة للميدان. حتى اليوم أكثر من 10 جنود وضباط إسرائيليين قتلوا وأصيبوا خلال 24 ساعة. طيب. إذن هذه تطورات مهمة جدا في المشهد الأمني والسياسي. اسمح لي يا دكتور علي، يعني بالطبع لا، يعني لا أريد أن نتهم ربما بعدم التفاؤل، إنما أيضا ربما لا نريد أن أتهم بعدم الواقعية. يعني الآن 145 يوما بالتمام والكمال مرت على هذه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل إسرائيل. العالم باعتراف رؤساء الدول عجز عن إيقاف هذه الحرب، والآن لدينا شروط، ولدينا كذلك شروط من حماس، ولدينا صمود على الأرض لا ينكره أحد طبعا، ولدينا تحول كبير كما تشير حضرتك. إنما في نهاية المطاف ما هو المخرج برأيك؟ حتى إذا ما أقرت هذه الهدنة، هذه الوثيقة، وثيقة باريس 2، نتنياهو يتحدث عن اقتحام رفح، نتنياهو يتحدث عن هدنة لا وقف لإطلاق النار، نتنياهو يتحدث عن نهاية لحماس. نعم بالتأكيد ما تفضلت به، نعم تطورات مهمة جدا، وأيضا أحداث لابد من الوقوف عندها. يعني نتنياهو عندما يقول بأن هناك هدنة، وحتى هذه اللحظة لم يقر بوجود الهدنة 40 يوم، ورغم تقدم في المفاوضات وتقدم كبير، والإعلام الإسرائيلي القناة 13 يوم أمس أشارت إلى أن هناك تقدم كبير في المفاوضات، وربما أصبح التوصل إلى صفقة تبادل أسرى أصبحت قريبة جدا. إذا نحن أمام تطور كبير في هذا الشأن. نتنياهو نعم أخذ قراره العسكري باجتياح رفح حتى بعد الهدنة، أخذ قراره بتفكيك كتائب عز الدين القسام وتسليم سلاح المقاومة أو السيطرة أو إضعاف سلاح المقاومة لدى حركة حماس والقضاء على حركة حماس. ولكن هذه الأهداف ما مدى واقعيتها؟ هل من الممكن أن يتمكن نتنياهو بتحقيق كل هذه الأهداف؟ هو بعد 145 يوم لم يتمكن من تحقيق أي هدف. نتحدث عن شمال غزة، الآن الإعلام العبري يتحدث عن عودة 5000 مقاتل من كتائب عز الدين القسام الآن موجودين في شمال غزة في الشيخ رضوان، وموجودين في مخيم الشاطئ وبيت حنون وبيت لاهي وجباليا، فما بالك بخان يونس ورفح الذي يتحدث الإعلام الإسرائيلي؟ يعني مش كلام على الهوى، 20000 مقاتل من كتائب القسام في المنطقة الوسطى والجنوبية. عن ماذا يتحدث نتنياهو؟ إذن دعنا نعود مرة أخرى، القرار العسكري والحسم العسكري موجود لدى نتنياهو، ولكن
أصبح إزالة نتنياهو وإزاحة نتنياهو عن المشهد السياسي أصبح مطلب إسرائيلي وأمريكي. لماذا؟ من الذي يمنع وقف إطلاق النار نتنياهو؟ من الذي يمنع عملية سلام في الشرق الأوسط؟ نتنياهو وأخذ يتباهى ويقول هو الذي على مدى 15 عام من حكمه لإسرائيل منع قيام دولة فلسطينية، ولكن نسي نتنياهو أنه بخلال 15 عام من سياسة الاستيطان وتعزيز الاستيطان والضم والتوسع واجتياح جنين وطباس ومخيم نور الشمس وقطاع غزة أنه أسس 7 أكتوبر. نسي نتنياهو برفضه عملية السلام، برفضه الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، هو الذي أسس 7 أكتوبر.